بسم الله الرحمن الرحيم. معكم السي مهاجر ماني محمد، مستثمر في مجال تحويل تثمين الخروب. احنا في صدد انشاء فيدراليه. سبق اننا درنا جوج جمعيات اللي غادي يكونوا هما لي فيليير ديال الفيدراليه. تحددوا الاهداف ديال الجمعيات وتقسموا على جوج ديال الاطارات. اطار كيسير الجمعيه، الاطار الاول ديالها كيسير المسوقين والمتثمنين والمحولين، والاطار الثاني كيسير المنتجين، بمعنى انه الفلاح في الاساس. وثانيا اي فلاح كبير او انسان كيملك ارض كيفكر في مشروع انه يدير امبلونطاسيون ديال الشجره. كنحاولوا نشجعوا شجره الخروب لعده اهداف. اذا بالنسبه لهذا الاطار ديال الفيدراليه، فهو الدار باش يكون واحد الحوار مؤطر ما بيننا وما بين الدوله. الدوله كتعطينا ظروف ملائمه لتطوير هذا المجال، وفي نفس الوقت تقول لنا خصكم تكون عندكم هذا الاطار قانوني مبرمج مهيكل باش نقدروا نعرفوا فين غنمشيو بهذا الافاق. لان في الاخير شنو تيكون؟ الاخير كيكون عندك انه خصك البلاد الخيرات ديالها تعرف تسيرها باش تمشي لا كونكورونس او لا كومبيتيتيفيتي انترناسيونال. لا كومبيتيتيفيتي انترناسيونال كتهم الدوله، لان عندك ترجع عليها بالارباح، ترجع عليها بالمداخيل. في هذا الاطار هذا الدوله كتدعمك، وما يمكن تدعمك الا وعندك فيدراليه. اذا ملي كتكون عندك فيدراليه معناتها انك عندك تاسيس، عندك نظام كتكلم به، عندك مشروع قانون كتحاول تناقشه مع الدوله باش يهيكل وينسق ما بين الافراد وما بين الجماعات وما بين حتى الافكار. ويكون عندك واحد مشروع كما قلنا قانوني، وكاين مشروع تقني اللي كيعاود يحاول يدعم زراعه الخروب باش تكون هي تكون عندها اون كومبيتيتيفيتي او نيفو دو كاليتي اللي هو مطلوب في الخارج، لان خصك تجاوب على السوق الخارجي. وكاين مشروع اللي كيسميوه مشروع التجاري او استراتيجي. هادو ثلاثه المشاريع غيتكونوا في الفيدراليه وغيتنسقوا مع الجمعيات اللي كيمثلوها، وغادي يمشيو للدوله في اطار الطاوله المستديره، يكون فيها اللي هو كيمثل الوزاره واللي تيمثل الكونفدراليه باش كيتناقش على الامور. وبيان سور الدوله ملي كتكسب الثقه لا في الهيكل لا في الاطار الفيدرالي ولا في الاطار التفكيري اللي هو شنو غنديروا في هذه الفيدراليه، لان الفيدراليه كاينه ولكن شنو غدير؟ واش كاين الناس اللي هما بروفيسيونيل؟ وهذا الشيء حنا اللي غناكدوا عليه. غنحاولوا نحطوا ناس بروفيسيونيل في المشروع القانوني، نحاولوا ناس بروفيسيونيل في المشروع استراتيجي كوميرسيال، والناس اللي غيكونوا اختصاصيين في المشروع اللي هو المشروع التقني اللي غيساير لا بلونطاسيون ديال الخروب. واش كاين شي امتداد؟ شي علاقات؟ ملي تنقول المشروع قبل كاين التاسيس، لان خصو مشروع قانون اللي كيسمح لك تمتد للخارج وتعرف تتكلم في الخارج، تعرف تبريزونتي، تعرف تهضر على الخروب كخروب مغربي، وتعرف تطوره وتعرف تاثره. وبالتالي ملي غيكون عندك الحوار مدروس وواضح تكون عندك كومبيتيتيف. اذا هذا الشيء كلشي مديون لان السوق الخارجي هو الهدف. بيان سور السوق الداخلي كاين، لان لو كونسوماتور الداخلي خصو واحد العمليه توعيه وتحسيسيه باش توجدوا لي برودوي اللي تقدر تيكونيهم في المارشي لوكال. مي كاين لو مارشي انترناسيونال اللي هو كبر ولا كيهمنا اكثر. هذا هو التمديد اللي عندنا في الخارج. في المشروع القانوني هو اللي كياسس، والمشروع الاستراتيجي الكوميرسيال اللي غيكونوا فيه اختصاصيين هما اللي غادي يحضروا على شنو هو هاد لا فوي دو روت ديال لا كوميرسياليزاسيون الخروب مع الخارج. شنو تصور مستوى الشراكات الافريقيه؟ الشراكه الافريقيه، لان ما تنساش ملي كنقولوا الشراكه الافريقيه فخصنا نفهموا افريقيا شكون داخلها. اذا افريقيا شكون داخلها؟ داخلها لو موند اونتي. سي ان بول، سي اون زون ولا سي ان كونتينون اللي هو اوفير وعيون محطوطه عليه فييرش. دونك حنا ملي غنجيو بالبرودوي ديال الخروب ما غنمشيوش كاين كوس خروب عندنا، مي ان بو لي ديريفي ديال الخروب. لي ديريفي ديال الخروب غنمشيو نحاولوا نستمروهم في هذيك المنطقه. في الزراعه بوتيتر بغينا نشوفوا حنا غنتجهوا مع الدوله، التوجه ديال الدوله في افريقيا غنتبعوها، لان هي اللي كتشوف التوجه ماكرو ايكونوميك الاقتصاد الكبير. التوجه ماكرو ايكونوميك هو اللي عطينا
عليه غنبنيو باش نوجهوا الاقتصاد او المنتوج للخروف.